احنا لليوم. أكيد سالي، دائما للثقافة والفنون رح يحجز مكانة كتير خاصة. ضيفنا لليوم ساهم برسم نبض الحياة ومعالم الموسيقى والفن الراقي على مسرح دار الأوبرا بقسم كبير من الفن الراقي. أكيد اليوم ضمن صباحنا رح نقوم بجولة أيضا على أنشطة دار الأسد للثقافة والفنون مع المايسترو أندري معلولي، مدير عام دار الأسد للثقافة والفنون. يسعد صباحك مايسترو، أهلا وسهلا صباح فيك. الخير ورمضان رمضان كريم عليكم وعلى جميع الشعب السوري. أكيد آمين. يسعد صباحك عن جديد مايسترو، صباح الخير. كل عام وأنت بألف خير يا رب. يعني دائما نحن متعودين على دار الأسد للثقافة والفنون، دائما فيها شيء جديد خلال شهر رمضان المبارك اللي كل شيء بيكون فيه مميز. شو موجود اليوم عنا؟ الحقيقة نحن بشهر رمضان بيكون ببلش فترة التحضيرات اللي بدنا نفتتح فيها موسم جديد. بيكون في بعض العروض الخفيفة بشهر رمضان، كونه الوقت الإفطار بيكون دائما متوافق مع وقت الحفلات، فبتصير شوي بتخف الحفلات بشهر رمضان لحتى كمان يكون عنا فترة استراحة للتحضير إلى ما هو جديد. نعم. وبيكون في عنا هلا بعد شهر رمضان رح يبلش عنا شهر كمان هو بيكون صيانه دار الاوبرا. نعم. ووضع خطه ورؤيه جديده لتنطلق بواحد سبعه باول تموز، بينطلق الموسم الجديد لدار تمام. الاوبرا. انما بالفتره الماضيه التحضيرات كلياتها كانت مهمه، كان في عروض كثير مهمه للاوركسترا السيمفونيه، للاوركسترا الوطنيه للموسيقى العربيه، كان في عنا مهرجان سينما الشباب يلي اخذ كمان صيت كثير كبير من خلال الاعمال اللي تقدمت، من خلال اعمال الشباب اللي تقدمت، من خلال لجنه التحكيم والضيوف اللي اجوا من الدول العربيه، من لبنان، من العراق، من الجزائر، كان في يعني من تونس ممثلين كانوا ضمن لجان التحكيم، وايضا مهرجان دمشق الثقافي اللي كمان قدم على عدة مسارح ليس فقط في دار الأوبرا. أما افتتاحه والختام كان في دار الأوبرا، إنما كان مهرجان بضم أعمال عديدة من مسرح إلى موسيقى إلى ندوات ثقافية في المراكز الثقافية الأخرى. نعم مايسترو، يعني دائما في رسالة موجهة ضمن أي فعالية منقوم فيها، وخاصة دار الأسد للثقافة والفنون هي دار خلينا نقول تجمع، دار واسعة جدا تجمع جميع الأنشطة الثقافية، ما توقفت فيها يوم أي نشاط، دائما عم بيكون في مثل إعادة أبديت بيقولوا لأي شيء عم يكون فيه، مثل ما قلت هلا في عملية صيانة أيضا للقاعات. خلينا نحكي عن الرسالة اللي دائما نحن بنوجهها من خلال أي فعالية بنقوم فيها ضمن هاي الدار العريق. حقيقة كلمة ثقافة، هي الكلمة يجب أن نراها ليس بالمعنى الحرفي للكلمة. كلمة الثقافة هي الجسر الذي يبنى بيننا وبين الآخر، هي الجسر اللي بيوصل الحضارات، هي الجسر اللي بيوصل بين الشعوب. فالثقافة شيء كتير مهم، لازم ننظر لأهميته وناخده بعين الاعتبار ونستثمره. نحن أحيانا منشوف شغلة مثلا بالثقافة منتعب ومنبذل جهد ومنتوقف عند استثماره. لازم نستثمر الثقافة ونستثمر بالثقافة، لأنه عن طريق الثقافة نحن منوصل رسائل، وهالرسائل دائما بتحمل القيم يلي نحن موجودة لدينا، طريقة تفكيرنا. نحن شلون بنقدر نعرف هذا الشخص كيف بيفكر او هذا البلد كيف بيفكر؟ من خلال ثقافته. نعم. من خلال شو نحن بنقدم، شو هي واجهه، شو الواجهه الحضاريه لإلنا. نعم. فدار الاوبرا هي واجهه حضاريه لسوريا. نعم. هذا الدار اللي هي دار الاسد للثقافه والفنون، اللي هي اسمها دار الاوبرا لكن هي دائما تحتوي كافه انواع الفنون. اكيد صحيح. هالانواع هي اللي فينا نقول مركز بث للرسائل للعالم. نعم. من خلال اليوم اي حدا في اي بلد بيفوت على موقع دار الاوبرا وبيشوف العروض اللي عم تتقدم بيقيم هذا المكان، بيقيم البلد، بيقيم مستوى الثقافي لهذا البلد. فنحن اليوم الثقافة هي ليست
ليست هي شيء ترفيهي، نعم هي رسالة، هي فكر. اليوم بهذا بأي عمل ثقافي نوضع فيه فكرنا اللي نحن تأسس من خلال العلم اللي تربينا عليه، العلم، الدراسة اللي درسناها، وأيضا من خلال واقعنا واقع الحياة. اليوم لما بدي أكتب عمل موسيقي أنا وألف عمل موسيقي، بده يطلع فيه بقلبه الروح، حتى لو كنت كاتبه بأسلوب غربي بده يطلع فيه الروح العربية، صح، الروح السورية. فهذا الشيء إجباري موجود بدمنا. فلهالسبب نحن لما نعزف أو منقدم منحط فيه الشيء اللي نحن منحسه، وهذا الإحساس بيوصل للآخر. هون نحن منقول دائما في عنا رسالة بتنبعث، ونحن كيف نقدر نعرف هيدا الرسالة؟ بالعلم انه انت لما بيكون في عندك شيء اسمه التغذية الراجعة. التغذية الراجعة هو اللي بيجينا نحن، يعني لما انا بكون على المسرح وبعزف، فانا هي الرسالة عم بسها للجمهور الموجود. فاحيانا تزييف الجمهور بطريقة كتير عنيفة مثلا هي تغذية راجعة، لانه الرسالة وصلت، نعم، او المعنى وصل. نعم. فهذا الشيء دائما لازم ندرس، انه اي عمل فني لما بيتقدم شو الانعكاسات تبعه، وكيف فينا نطوره، وكيف فينا نحن نقدم. حتى مشان هيك نحن لما صرنا نقدم موسيقتنا السورية بطريقة أوركسترالية لحتى توصل لأكبر عدد من الدول العالم الغربي، انه نحن كيف نتعامل مع الموسيقى العربية، كيف نتعامل مع الموسيقى الشرقية، شو السر الموجود ضمن موسيقتنا الخاصة فينا. هذا الشيء اليوم بالحوار اللي بيصير ايضا كمان ضمن الموسيقى الغربية. كنا نقدم أعمال موسيقية كلاسيكية إنما على آلة العود وآلة القانون، كمان لنقول إنه نحن اليوم عم نقدم عمل لغة عالمية بثقافتنا العربية والسورية. فالموضوع الثقافي موضوع كتير كبير، ويجب العمل فيه بطريقة احترافية، ويجب استثماره لصالح الشيء اللي نحن بنكون الهدف اللي نحن راسمينه. دائما اليوم الدولة بحاجة لهيدا الثقافة لحتى تكون رسالة إلى وواجهة سوريا دائما. خاصة هلا مايسترو، هي أكثر ظرف يمكن نحن بحاجة طبعاً. إن كان لنبرز ثقافتنا وإن كان نحافظ عليها. كمان اليوم كنا محظوظين مايسترو، قبل شوي كان معنا كمان عازف، طرقنا بشكل سريع لأهمية الموسيقى بحفظ التراث، وحضرتك يعني مايسترو كنت عميد المعهد العالي للموسيقى. إذا بدنا نحكي بشكل تحديدي أكثر اليوم، كيف بتشوف واقع الموسيقى السورية اليوم؟ طبعا نحن اليوم في سوريا اذا بنرجع على التاريخ بنشوف انه لدينا حضاره عريقه جدا، يمكن ما بتمتلكها كثير دول. نعم. واليوم لما بنقول انه دمشق هي اقدم عاصمه مأهوله سكانيا، بنشوف معناتها قديش في عنا موسيقى تراثيه موروثه من جيل الى جيل. اليوم بنشوف لما بيكون في عنا اول نوطة موسيقية في العالم موجودة في أوغاريت، لما بنشوف أول أبجدية، إذن هذا البلد لديه موروث هائل من التراث. هلأ بعضه موثق والبعض غير موثق، فهذا مشروع كتير كبير. اليوم نحن في دار الأسد الثقافي للفنون بلشت نوضع خطة، لأنه لاحظنا اليوم أنه حتى الأغاني التراثية من نحن هلأ عم نغنيها ونأديها، بس ما بنعرف 100% انه هي هيك كانت بالاول او لا. فنحن قدرنا ناخذ، هلا اليوم عم يصير في احيانا تغييرات على الاغاني، وانا دائما حكيت بهذا الموضوع. اليوم ما التراث هو شيء نحن فينا نطوره، بس ما فينا نلعب بأصوله وجذوره، يعني بالقواعد تبعه تماما. فهذا الشيء لانه نحن بعد 100 سنه ممكن تصير غنيه ثانيه ونقول هي تراث، نعم، نحن هي ما كانت للأسف. فنحن اليوم ضروري التوثيق هو الدليل الوحيد انه هذا الموروث هو موجود هي. نعم. فنحن اليوم رح يكون في عنا مشروع قادم بموضوع توثيق التراث وتسجيله وحفظه بالنسخة الأصلية تبعه. طبعا هذا بده لجنة للبحث في أصول هذا التراث، نعم، تمام، لأنه دائما حتى بكل محافظة في إلى مقام معين الأغاني التراثية بتنشأ عليها، نعم، بصير دراسة تماما على المنطقة وعلى المكان وعلى. بس المهم نحن اليوم توثيق التراث بالدرجة الأساسية هو عمل هام جدا لحتى يبقى للأجيال القادمة، وما حدا يقدر يتلاعب بهذا التراث ويقول إنه هيك صار ويأثر عليه. ف
فهذا مشروع كتير ضخم. نحن بداية بلشنا هلأ نوضع خطة للعمل. نعم. هو مشروع كبير. نعم. يعني ما بيخلص بين يوم وليلة بس أكيد. بس بده خطوات تكون صحيحة تماماً. لحتى يستمر بشكل صحيح. يمكن تماماً. الاستمرارية والنجاح هو عنوان للتقدم، عنوان ليكون في طبعاً. تقدم وتطور. يمكن الاستراتيجية اللي عم تقوم فيها دار الأسد للثقافة والفنون هي هدف واحد، هو إنه نطور قدر الإمكان، يعني دائما حسب الإمكانيات المتاحة. أستاذ أندري يمكن بتتعبوا كتير لتحطوا خطة بس تناسب احيانا الامكانيات المتاحه يلي نحن محكومين فيها بظروف معينه. الاستراتيجيه هيك اللي عم تقوموا فيها، الخطط اللي عم توضعوها قديش هيك عم بتكون شوي دقيقه، عم بتكون شوي فيها تجاوزات لبعض الامور؟ هلا الحقيقه نحن طبعا مثل اي قطاع في الدوله عم نتعرض لنفس الشيء اللي نحن كمان مشاركين فيه، لانه نحن اليوم عايشين بهذا البلد ومستمرين في العمل ومستمرين في العطاء، لأنه هدفنا واحد اليوم ووجعنا واحد. نحن بنشعر مع بعض ككتلة بهذا المجال، فلهالسبب نوضع استراتيجيات مناسبة ضمن الواقع. نعم. وأنا بشكل عام ما بريد أو ما بحب أحكي بأحلام، يعني أنا دائما بقول أنه أنا بنطلق من الواقع. أنا بشتغل ضمن الأرضية الموجودة عندي، ضمن الإمكانيات الموجودة عندي. لازم الإنسان يعمل الأفضل ضمن الإمكانيات، ما يحكي بالأفضل يلي هو بيحلم فيه وما بيقدر بيحققه. الإنسان دائما لازم يكون عنده طموح وعنده حلم ويمشي ضمن الحلم تبعه، بس دائما عين على الحلم وعين على الواقع. ودائما أنا بطلب من كل الناس وكل اللي عم يشوفونا وكل اللي بينتقدونا أنه يكون في عنا عين تانية إلى علاقة بالواقع الحالي، لنقول أنه هن بهذا الواقع كان فيهم يعملوا أحسن من هيك أو لا. فأنا بقول دائما بكل مرحلة كل الناس عم تعطي، وكل الناس أكيد بمحبة وبأخلاق عالية عم تشتغل، المدراء السابقين والمدراء اللي رح يجوا وكذا، بس بكل فترة في إلى واقع معين وفي إلى طريقة إدارة تختلف حسب المرحله والظروف بتحكم كمان. تمام. هذا الشيء اليوم ان احنا عم نشتغل على اساسه. اليوم في عنا عروض ما بنقدر نساويها، يمكن لانه امكانيات غير متوفره حاليا، بنأجلها لمرحله ثانيه، بنجيب عروض اخف. المهم انه نحن دائما عم نشتغل في عنا خط واحد هلا اللي عم نشتغل عليه ضمن الاستراتيجيه اللي عم نحطها، هي المعايير الضرورة تواجدها في العمل الفني لعرضه في دار الأوبرا. نعم. دار الأوبرا ليست مكان لكافة العروض، لأنه دائما بكل بلد في دار أوبرا وفي مسارح متعددة أخرى. نعم. ففينا نقدم المسارح الثانية تشتغل. بس في اليوم معايير معينة يجب أن تكون موجودة ضمن العمل الفني الذي يعرض في دار الأوبرا. هالمعايير اليوم عم نشتغلها ضمن لجنة هلأ تشكلت، لجنة المشاهدة والبرمجة، من أهم الشخصيات الفنية الموجودة في سوريا، اللي هي رح نقيم العروض. ونحن ما هدفنا بدار الأوبرا نرفض العروض. نعم. لا، نحن رح يكون لنا دور تقويمي، يعني فينا نقول انه اي عمل فني بنلاحظ فيه بعض الثغرات رح نجتمع مع صاحب هذا المقترح ونقدم له رؤيتنا العمل يتطور ليصير لائق في بدار الأوبرا. نعم. وهذا الشيء اللي نحن هلا اهم خطوه رح نطلقها، بانه بدار الاوبرا الاعمال التي سوف تقدم هي اعمال نوعيه قدر الامكان وقدر الامكانيه والواقع الموجود. نعم. يعني اكيد مايسترو نحن دائما بنقول مكان راقي لازم يكون في عروض فعلا تكون راقيه. طبعا. ويعني تاخذنا شوي من هي الاجواء يمكن الصعبه خلينا نقول اللي عم نعيشها. لكل مقام طبعا مايسترو، مكان مثل دار الاسد للثقافه والفنون ما بيليق فيه الا كل شيء مميز وراقي. بدنا نشكرك كثير مايسترو، بتمنى لك كل التوفيق. شكرا. ودائما ناطرين عروض جديده ان شاء الله. شكرا لكم وللإخبارية دائما المواكبة لعملنا بشكل دائم، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير لكل الشعب السوري. شكرا جزيلا. نورتنا مايسترو أندري معلولي مدير دار الأسد للثقافة والفنون، وموفقين بكل خطوة. شكرا. وإن شاء الله يتكلى النجاح، أي نجاح لأي مؤسسة هو نجاح لنا. شكرا كثير لوجودك معنا. أكيد.